بتاخد مصروف كام في ابتدائي؟ يعني كنا بناخد من الورش، المصروف كان 3 اساس 5 جنيه نص جنيه تقريبا. الواحد كان بياخد تعريفه ارساخ من 10 جنيه مثلا 3 جنيه 5 7 كنت باخد مصروف جنيه في اليوم، كنت باخد جنيه، كان تقريبا قرش او قرشين تقريبا يعني في الهدف ده. كان ممكن تجيبي سندوتش حلاوه، سندوتش جبنه فينو، كنت بجيب المصروف سندوتشات وحاجه حلوه. كان في عندنا ايام عسليه، وفي بسكويت، في عسل، وفي فنضام، يعني مثلا ممكن اجيب لعب، ممكن اجيب حاجات من الكانتين كده، شيبسي بيبسي. كنت بجيب منه مصاريف سندوتشات، اكل، حاجه ساقعه. من المصروف كان ممكن تحوش ده، الكلام ده كان مثلا في سنه 52 مثلا 51. طلعت اعدادي وابتديت احوش، كل يوم بحوش جنيه. لا ما بحوش. كنت بحوش منها، بس للاسف الشديد كانوا بيعلمونا ان ازاي ندخر، انما كانوا ما يعلموناش ازاي نستثمر ادخارنا ده، وما زالت لغايه دلوقتي نفس المشكله في التعليم.